السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بقناه اصوات. خويا اسباب ارتفاع البيض راه هي معروفه، اللي هي كاين واحد الاقبال كبير في الفتره الماضيه اللي دازت من طرف المستهلك، اللي عرفات اللي هي كانت السبب في ارتفاع ديال هذا السوق، اللي خلى السوق يوصل ل 148 سنتيم اليوم في الضيعات. والبيض في الضيعات اليوم داير 148 سنتيم، يعني يوصل واحد الثمن تقدر تقول انت عمره ما وصلوا في التاريخ ديالو في المغرب، اللي هو واحد الثمن تقرب درهم ونص، اللي هو ثمن خيالي. ولكن هذا الارتفاع هذا فالسبب ديالو هو المستهلك، كاين واحد الاستهلاك بكثره اللي خلى البيض يوصل، ربما البيض كيتصدر قائمه المبيعات في المواد الغذائيه في هذا رمضان. هذا هو، شوف هو تماما داكشي اللي كاين، الهضره اللي قلتي هي اللي كاين، هذا اول مره في التاريخ. السبب اخي ما كاين حتى شي سبب، السبب هو سوق محلي، يعني خروج اقبال الاستهلاك، يعني هادشي كامل هنا عندنا في البلاد، ما عندناش زعما ظروف خارجيه مثلا التصدير او شي حاجه اخرى، ما كاينش هادشي نهائيا. السلعه موجوده الحمد لله، كاين اكتفاء ذاتي في المغرب، سلعه بجوده عاليه، ولكن كاين استهلاك. كاين تقدر تقول السبب الرئيسي هو في الفتره الماضيه اللي دازت، هو تهافت المواطنين، المستهلك اللي هو السبب الرئيسي في هذا الغلاء. فتتعرف دابا فتره الشهر اللي داز مع الدعم اللي شدوا المواطنين مع المرتفع الخلصه ديالهم، وهذا فكل شيء جا خدا 4 طباطوات 3 طباطوات اللي عرف واحد الاقبال كبير. البيض ديال داكشي اللي بعناه في هذا الاسبوع اللي فات، كنا كنبيعوا حنا في الشهر، يعني البيع ديال الشهر تباع في واحد الاسبوع، هذا هو السبب الرئيسي. حتى دابا حاليا راه ما كاينش شي اقبال كبير، الامور رجعت عاديه من دخل رمضان، النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث ما كاينش شي زياده، بقى السوق هو يعني راه الامور واضحه. الرساله ديالي انا للمواطنين هو ان المواطنين ما يبقاش يزربوا، ما يبقاش يشريوا اكثر من القياس. ما عمر المواطن انه يجي ياخذ مثلا الكميه اللي غادي يستهلك هو في شهر ولا في 15 يوم ولا 20 يوم، ياخذ الاستهلاك ديال نهار يومين 3 ايام، لان هو راه المواطن خصو يعرف بان المواطن راه هو اللي زاد على راسو، هو اللي فرض بان حنا كبيع وشرايا نمشيو نقلبوا على سلعه اصحاب الضيعات ونزيدوا في الاثمنه ونزيدوا على المواطن، والمواطن هو السبب الرئيسي في الزياده. يعني كون كان المواطن ما دارش الحاله هذه كون الامور عاديه. دابا المشكل اللي كاين هو ان الحاجه اللي كتزاد ما كتعاودش ترجع، لان المواطن كو صبر وخذا داكشي اللي خصو نهار يومين 3 ايام، انت كتشوف الحاله اليوم عاديه جدا، يجي اليوم يتقدى داكشي اللي خصو ما كانش غيكون الثمن كاع. فراه رساله للمواطن انه دائما ياخذ داكشي اللي غادي يحتاج بلا ما ياخذ اكثر من الاحتياجات ديالو، هادشي اللي كاين. وشكرا. السلام عليكم، رمضان الكريم بالصحه والسلامه، نتمنى الخير ان شاء الله للجميع. بالنسبه انا كفورنيسور ديال البيض والفواكه الجافه، التمر ديال المجهوله نابلسه والرباط، الحمد لله بالنسبه للبيض هذا العام هذا طلع شويه الثمن، كنا شحال هذيك ما كنتقداو ب 80 فرانك، دابا وصل حتى بالجمله في الفيرما وصل حتى الدرهم و50، يعني بالنسبه للمواطن جايه قاسها شي شويه. وكنتمنوا من المسؤولين يشوفوا من حاله ديال المواطن، راه شويه مضرور بزاف. بالنسبه لارتفاع الاسعار اخويا، في اي حاجه جايه من الجفاف نتمنى الله يرحمنا، وشويه الحمد لله بالنسبه للمواد الاخرى نقص شي شويه. لا ما عمرو وصلوا هذه شويه، بالنسبه هما الناس كان الاساس الوحيد هو اللي كاين الجفاف والدواجن طلع الثمن ديالهم، جميع بالنسبه للحم طلع، بالنسبه للدجاج طلع، انه وصل دابا راه وصل شي 24 درهم دابا الكيلو، والبيض نورمال ما غادي يطلع حتى هو الثمن ديالو. ودابا حنا في 2024 راه وصلنا لدرهم و50، هذه جمله، وباش غادي توصل للمستهلك راه خصو واحد درهم و70، دابا 34 راه مازال زايد في الارتفاع. بالنسبه للبيض البلدي راه وصل تقريبا 3 دراهم الحبه، ونتمنى ان شاء الله غادي ينزل، ضروري غادي ينزل ان شاء الله.
شاء الله الصفر يقدر غادي ينزل شي شويه ان شاء الله بلا ما شهر 5 ولا شي حاجه راه غادي ينزل ان شاء الله. دابا حتى الناس بالنسبه للناس اللي عندهم الفرم راه كان اللي يضرب فيض مسكين راه سدوا هذه الاخره فهمتي. دابا بقات غير واحد النسبه قليله اللي راه كتفرني المغرب. ونتمنوا لهم يشوفوا من حاله المواطن وحتى هما راه ضروري المساكن. هذا هو اللي كان جيتي تشوف من حاله الناس اللي عندهم اللي كيتاجروا في البيض راه حتى هما مقصحين شي شويه فهمتي. يعني بالنسبه للمأكولات ديال الدجاج راه مرتفعه في الثمن ديالها وحتى برا داكشي باش طلعين في الثمن ماشي راه طلعين هكاك يعني من رسوم ولا شي حاجه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.